حسنا، الناس الذين لديهم أكبر المخاوف ولديهم الرغبة لوقف تدفق هذه الأسلحة إلى هذه الفصائل أو إلى داخل العراق، هذا الأنبوب من الأسلحة أو هذا الخط من الأسلحة يقوم بزعزعة هذه المنطقة بسبب هذه الفعاليات. بالتأكيد بعد مرور هذه الأسلحة من العراق إلى سوريا وتصل إلى حزب الله، هذه الأسلحة يمكن أن تنقلب على الحكومة العراقية في يوم ما. فلذلك أعتقد أن إيران يجب أن تكون مسؤولة تماما عن إيقاف هذا التدفق، ومن يجب أن يكون كذلك مسؤولا عن ذلك هو الحكومة العراقية والجيش العراقي.